يلا روح. الله اكبر. فوت وراه، فوت معه، فوت فوت معه، لك فوت معه. بس بس يا اخي، لا تضرب لا تضرب. والمزيد من التفاصيل الميدانية ينضم إلينا من دمشق خبيب عمار مراسل شبكة سوريا مباشر. خبيب أهلا وسهلا بك لهذه النشرة. إذن هناك عدة اشتباكات تجري حاليا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وعدة مناطق في العاصمة دمشق وأيضا في الريف الدمشقي، ما آخر التطورات؟ نعم، شكرا لك سيدي. بداية بالفعل يعني حملة همجية شرسة وممنهجة يشنها جيش النظام على الأحياء الجنوبية لعاصمة دمشق عموما وعلى مخيم اليرموك خصوصا. بالأمس صاروخ من نوع أرض سقط على مخيم اليرموك وبالتحديد شارع الثلاثين وشارع راما، أطلقا من سكن سفيان الثوري، أدى لسقوط شهيدين حتى هذه اللحظة، إحداهما امرأة وعدد كبير من الجرحى، بالإضافة إلى تهدم ثلاث أبنية طابقية بشكل كامل، بالإضافة إلى اشتباكات اندلعت على الشارع الرئيسي بقرب من ابراج القاعه. جيش النظام وميليشيا احمد جبريل تحاول يعني وقف تقدم قوات الجيش الحر باتجاه منطقه الزايره وشارع نسرين بالتحديد لمنع سيطره الجيش الحر بشكل كامل على حي التضامن في جنوب العاصمه دمشق. صاروخ من نوع اخر ولكن من نوع جرار سقط على منطقه جوره الشيباتي في حي القلم الدمشقي، ادى الى سقوط 15 جريحا حتى هذه اللحظة وامرأة شهيدة تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة، وتهدم بناء طابقيان بشكل كامل في حي جورة الشيباتي في حي القدم. بالانتقال إلى الغضري الشرقية ومنطقة جرمانة بالتحديد، وارتفاع حصيلة الشهداء في منطقة جرمانة حتى هذه اللحظة إلى 18 شهيدا نتيجة التفجير الإرهابي الذي استهدف المنطقة الواقعة بين سوق الخضر وساحة السيوف. وكما هي العادة إعلام النظام يكون متواجدا قبل الانفجار بعدة دقائق حسب الشهود العيان المتواجدين في تلك المنطقة. حالة من التمرد الكبير تعيشها اللجان الشعبية ضد النظام وعدم مساندته أيضا في حملته على الأحياء الجنوبية لعاصمة دمشق وريف الجنوبي لعاصمة دمشق بشكل عام. أما بالانتقال إلى أحياء الشرقية الشمالية لعاصمة دمشق وتقدم كبير للجيش الحر في منطقة جبر ودرجات العباسيين، خلال الساعات الماضية تمكن الجيش الحر من السيطرة على بناء المقاييس على محور شعبة التجديد ومؤسسة الكرباء وتدمير دبابة على تلك الجبهة. صباحا دارت اشتباكات عنيفة وخاصة بالقرب من كراجات حلب البولمن القديمة وأيضا في المنطقة الصناعية في حي القابوس. تزامن ذلك مع قصف عنيف وخاصة من الدبابات المتمركزة على أسرار خمص دمشق الدولي باتجاه حي القابوس الدمشقي. نعم، عفوا خبيب، نكتفي بهذا القدر. شكرا لك خبيب عمار مراسل شبكة سوريا مباشرة.